سلام الله يا صاحبي يا سود هذا ومركني يا مقالك وحرام مقالك ما أنت أقول أنت نقول قليل حبيت أعمل كوالا وشارك على صوب وقتي وحكى على سنيا سيد عادل بن أبو سمير توكم من غطوك من نام كون اسم مركان هو حرام هدي أهم جيتني آدي أو ما سنتح وحرام وين أكاه الله هست عصوب شرم بوي وسوقا هستن وحي جوابه تهي هست هورا اسلام مركانا وقالي فنانك إلك عصقيس لالمر وفلقين دونا إن يربل هستا إذا قيست إنك استو هست إن هالك أوبرين لكن وحير إذا قيست أسكون لهم بدين دوني جم هدي تحلي قبل لا بحرت دفدي برتي أذا فدي نلا شباق الجبي كم أنا جوابي كور ملوك ما كقولي دبق علي ربدي وأنا كبدي كوبدا أذا بلا بس تحمر كدلي زن وترمي كنا اللي بين هذي قيسي إن في عيد حتى في يوم هيس برتا نهستن أنت راكو كيرنا وحاروا إن رمتي عن دي هيست النفط إذا أبرز ذكبي بقص وحر وحرم ضد المسلمين ضد من أهل سأل حيسي من أهل طبعا ما وحر ويجي ضد أهل سأل حيسي ما قد كأي وحلا هاي ونير الجينية إن سواء وسوق أو حكم ده إنه أي من قلبي أو حيلها شو لك جروب إن أوقاتها مدنية إن معلمي ذيك السوق ذي نحى جرتي هيس رمتي بشيء اسمه الأدو في العين هاي استا صو إلك على السوق هذي نين كده كه سعد الإستان كل اللي يدريه مكان هاي استا قافي كوسعتي شرم ضايع وها شرم معنا حد يسود جوابي ومنا رياض هاي استا وكده دمك اللي سين كاركين أنا هو هاي سعد مو فعلين وعدين قط إن منا لف السراف أز مو فعلين يوتيوب كان منا هاي سوق مين بعدين شرم إلك على صوت حال هاي سعد دكان قط بنا كيوم معنا دي إلك حاسوسة سوق هذه شرم هاي سوق هذه باش مل أبعدين توكل ببرسا مرك أنا حرمة إن تكون بديني الله بقى بس عن كورونا يا بدو أمد الكوبات هرت إسكوب دعاء في الهذا الفنان محاكين إسكوب دعاء الهذا الفنان حكيني أرين كوس سابسون قبيل سيس حلا حلا الكو حاول يكسر من تلاقي شو وحلي السعودي بلا ريبيشن حاطة بناء جو جودة كل جورنو إن ويل سوالي لودري مجال النيروبا عاصمة دولة كينيا ويل كاسو إسكهيب عيين فنان كشرم بويا أرنتي واي سعوتي واحد يريد إلمها واحد دلين ويل كدلين المقال كالدوين واي نوم عنا أشقي فنان إلك عاصي لرادو وويل دا تيم كازو إنت بضانا هيسا إلك عاصقوقا وحا كجرا تيم كازو اسمه كانا ومريك حق الله فيري الله ملي إن شاء الله أصمي marka dagaalka halkaas ka bilaabay shan waxay jirtay in isbuuca markaana ay soo saaray heesta marka xogaha xanafa oo dhanka ilka casa loo bidinayo leeyahay ilka casa iyo kooda dhagahaada looyaan ilka casana oo arinta ay ku soo jawaabay marka arinta horta waa arin inaad qabiil ku bilaawtay arinta ka qabiil heed ba haatan meesha soo gaartay dagaalku libu socdaa hadii mina uu istaagay waxay islaaniyaan laba qabiil ba islaaniyaan oo wiilka macna la dilay heerkiisii sidoo kale ku wax dileen halka saaday noqotay maanta dagaalka filaniinta ayuu marayaa waxaa la yahay marka labada fanaan baa loo fanaan oo Soomaaliyeed runtii waa loo fanaan oo inaa aad u culus inaa tii labada miisaan beelay inkastoo ay kala weyn yihiin oo fanaanka ka casu aad u yahay Sharon Boy xitaa marka raab noqoto laakiin still labada inaa maanta waxaad bilaabay saameyn beelay كي سوماليين مجعل كليه وأنا فرنسي سومالي. مركو حل الحويان شرم ما يستوك إلى إلك عسى وادعي مسنتي. مارتا عبت ويني بحتاج أنتي. صوت حويان إن مارتا قليل يسقى عسى. إصحايا اسمه دقراعة منها واحد يسقى الشيء وحال إلك عسى يسي زداد يجلسوا في شرم ما يسوى في عن تايو واحد يدق يسنكره. لكن كرباش إلك عسى قيس لما يدق يسنكره. إلك عاس واحد ويان شخص إسلام مركا على مركا نقطة رابر منا آذ لعب سويا هستي منا أكون جرتي عذر بقى قبطة وها عبتة وحيلا بدن بكشكيني رنتي يعني وراكسين حتى إن هالك أنا ذاك الشر مركا مركا اسم يتغر عذان ورنتي دقالك إنه آذ حيويسو مركا سهشي دونتا وحالي مركا كل بريو هشي نسا كل بري كولوبريشن كل واسمين نسا marka is caasan is aflagaan diisan isku xumaataan later on waashiinisa
waxaan la arki doonaa inigoo saaxiib ah haatan marka soo ma qurux badno inaad xiirisaan soo ma qurux badno dagaalka qabiiliga inaad iska daysaan annagu waynu fahamsannahay dagaalkii sidoo ku bilaawday waa la soconaa because laba fanaan oo saaxiib ah colaadooda siday ku bilaaban karto waan inaan fahmi karna fahmaysaa marka arrintu waa qabiili qabiilkii baa socdaa ee waxaan dhihinaa labada fanaanba dagaalka ha la joojiyo intaa markaan usoo gubdo hadalka isla markaan la hadla labada fanaan waxaan rabaa inaan hadalna arrin oo muhiima ku darso taasoo ah beryahan waxaa jira dhallinyaro iditra oo ayagoo qabiil eegayaan muuqaalada fanaaniinta isku soo jaraan midna bahdilayaan midna subistaar dhigayaan baa soo baxeen oo muuqaalada inta badan wareejinaya waxaan dhihi karaa waxyaalaha dagaal guuriyey inay dhaleerta ka mid yihiin warniyow nimilkiina dhiitirada ah ee labada reerba ay wey fanaaniinta kasoo gurteen kasoo gurtay waxaan leeyahay warniyow xumaanta joojiya war berii waad ku faanaysaan labadaba inigu haddana qabiil eegaysaan haatan haas ku dirina waxaa arkayay fanaanka ilka case oo isagoo intii la halhaliyey sawirkiisa soo qaatay iyo micnaha fanaankan oo intii sawirka si la qurxiyna soo qaatay arkay okay taa marka hadda usoo gudbo dadkii komentaryada way kala baxeen wax daawadaan nin kasta reerkiisu la saftay micnaha dagaalku wuxuu noqday mid qabiili saxa fanaankan taalanti buu leeyahay wuu cod macaan yahay raab waa qaana waxaa lama fiirinayo reer iyo qabiil baa la eegayaa waxaa leeyahay war dhallinyaro dhallinyarnimada inaan waan ka faa'iidaysano arrintan qabiiliga ah ee maalayacdi aan ka gudubno maanta markaan fiirno waxyaalaha dalkeenu hurinayo waa colaadda iyo dadkan islamarkaana salibriga ah ee waayeelada ah ee runtii qabiilada ka sheekeeya adigoo dhallinyara haddii aad qabiil ka sheekeynayso oo fanaan aad qabiil inaad ku taageerayso maxaa dhacaya marka siyaasigeen waxaa dhacaysa in qabiil aan ku aflagaadeyno qabiil oga hor imaano keenna micnaha taliyaha ciidanka inaad qabiil oga hor imaano waxyaalaha marka waxyaala runtii aan wanaagsanayn xag markii loo fiiriyo waxaana micnaha la doonayay maskaxdayn inaan ka kubcinno fikirka noocaas kalto oo ah fikir runtii marka xag loo fiiriyo fikir aad u xun ah fanaaniinta ayada ha la kala qabto waxaan aaminsanahay labada fanaan ahaad inay seesto waa ninkii layaahdo ilka caasi sidoo kale sharma waxaa jira fanaaniin fara badanoo saaxiiba labadaba la ah isku garanayaan lambar ka hayaan collaboration dhex maro marka fanaaniinta ayaga intaas la hadashaan oo si baraf ula hadashaan xaliya dagaalka ha laysaan joog dagaalkan haatan deedha ilka casar mar kale uu dib soo jawaabo waxbaa hallaabaya haatan bay waxalaysan yihiin haatan baa la ceebaysan yahay inigu naftiina xaq baa idinka saaran dagaalka inaad xoojisaan intaasaan muuqaal kusoo gabeynaya aad bay la dheeraaday waxaa kaa codsanaa daawade haddii ay tahay mil kuwaad oo jannaalkan aad soo booqatay si naxariis leh inaad ku soo birto ka mid noqoto kumanaan kun ees markaan ugu xiran haddii ahan joogtina aad u mahadsantahay.